السلام عليكم شباب، معكم علاء او جيمز كلاب من قناة في تي اس. اليوم عندنا لكم فيديو عن الستيم بوكس او ستيم ماشينز. طبعا كان في معرض سي اي اس اللي هو في لاس فيغاس، استعرضهم في اخر الاجهزة الالكترونية، واستعرضوا اخر شيء من شركة فالف الستيم ماشين او ستيم بوكس. طبعا استعرضوا في عدة اجهزة، عدة انواع، عدة اسعار، عدة مميزات، يعني في وايد اشياء غريبة عن الستيم ماشين. طبعا شنو يفرق الستيم ماشين عن البي سي؟ ستيم ماشين اللي هو بيكون فيه الستيم او اس، يعني الاوبريتنج سيستم مال ستيم، راح يكون هو النظام الخاص بالالعاب الستيم عشان تلعب مباشرة. شنو الفكرة من وراء الستيم؟ انه يبون يقدمون ديجيتال كونتنت بشكل اكبر، يعني تذكرون الاكس بوكس شلون كانوا يبون يخلونكم كلها تسوون داونلود للالعاب وهالاشياء، وبعدين قالوا لا، يعني شالوا اشياء، عدة اشياء غير. فالستيم اللي هو من شركة فولف الستيم بوكس قرروا انه يسوون هاي الشيء وينقلونه الى اجهزة التلفزيون، يعني ما يبونك بس تستخدم كمبيوتر، يبونك تستخدم الستيم بوكس كجهاز للترفيه او للالعاب في التلفزيون او في المنزل عندك، يعني بتشبكه مع شاشة التلفزيون. بيكون في له كنترولر خاص، يعني الكنترولر الخاص بستيم، الناس يقولون زين، الناس يقولون مو بزين، احنا ما جربناه فما نعرف شلون. ففي عدة اجهزة يعني جبارة وقوية، وفي اجهزة يعني ضعيفة، بس كلها راح تشغل الجهاز بشكل زين. الشيء الزين اللي يعجبني في السالفة، يعني انه لو نلاحظ من الفكرة كامل، ان اجهزة الستيم بتكون مجمعة من ناس متخصصين، يعني الكمبيوتر راح يكون 100% مناسب حق الالعاب، وبيكون بشكل كبير قوي. يعني هاي الشيء احسن شيء، انه لما يركبون مثلا Alien Wear ساعات، مثلا خلينا نقول كمبيوتر انا وكمبيوتر Alien Wear، لو كمبيوتر الالين وير مواصفاته تقريبا اقل من مواصفات كمبيوتري، اذا تجميعتهم كانت اضبط من تجميعتي، يعني الناس اللي مركبينه ومعدلين كل شيء، يعني كل قطعه تركب في الجهاز يعرفون شنو قصتها. فهاي الشيء زين لما من اجهزه مركبه من ناس متخصصين من اصل. في عده اجهزه بتكلم عنها اللي عرضوها، فيها الغالي وفيها رخيص. في واحد اسمه الترنت، طبعا هاي بيكون في السي بي يو كور اي 5 4.4570 الجرافيكس جيجا بايت جي تي اكس 760، يعني مو اقوى جرافيك كارد عند الانفيديا. بيكون رام 16 جيجا بايت و1 تيرا بايت اس اس اتش دي. طبعا شكل جهاز مربع، فهاي الجهاز الاول. في جهاز ثاني اسمه سايبر باور بي سي، يقولون السعر من $500 فوق، يعني تقريبا 270 دينار اللي هو 2700 ريال. بيكون اي ام دي اي 5، وبيكون الجرافيك كارد اي ام دي راديون ار 9 270 اللي هو نفس اللي عندي انا في الكمبيوتر. الستورج الهارد ديسك بيكون 500 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت، يعني كمبيوتري انا حاليا اقوى. احنا عندنا الديجيتال ستورم اللي هو يعتبر من اقوى الاجهزه اللي بتنزل حق الستيم بوكس او ستيم ماشين، اسمه بول 2، سعره $2500 تقريبا، اللي هو السي بي يو او البروسيسور المعالج i7 4770K، يعني تنكسر سرعته، وجرافيك كارد اللي هو جي تي اكس 780 تي اي اللي هو الجرافيك كارد اللي طلعوه عقب التايتن اللي هو اقوى جرافيك كارد في العالم. ف جي تي اكس هاي نفس تقريبا التايتن بالضبط. الرام بيكون 16 جيجا بايت، الهارد ديسك بيكون 1 تيرا بايت اتش دي دي، وعندنا 120 جيجا بايت اس اس دي اللي هو اكيد حاطين في الاوبريتنج سيستم عشان تشغيل الالعاب اسرع. فاعتقد هاي اقوى جهاز عندنا يعني في القائمه كامل، يعني سعره تقريبا 8000 ريال اللي هو 800 دينار. فهاي سعره. في بعد جهاز من Alien Wear، ما ادري اذا موجود عندنا الحين او لا، يبين عندي في القائمه هني او لا، خلينا نشوفه، لان في وايد اجهزه ما شاء الله، يعني شركات سووا اشياء اشكال وانواع. في جهاز بعد من Alien Wear بس مو مذكور لحد الحين مواصفات. في بعد ثاني واحد من شركه Main Gear، هاي يعني يمكن من اكثر الاجهزه المفضله عندي، جهاز هاي الصغير يستخدم اشياء من اللابتوب يعني عشان يركبون هاي الجهاز. في شيء ثاني بعد من جيجا بايت بعد مواصفاته، مثلا عندنا i7 4770R، عندنا رام 2.4 جيجا بايت رام و1 تيرا بايت الهارد ديسك ساتا. فاعتقد هاي مستخدمين في يعني قطع اللابتوب، يعني في اشياء مستخدمين في قطع اللابتوب، في اشياء مستخدمين في قطع الديسكتوب. عندنا بعد فالكون نورث ويست بعد سعر قاعد اشوف السعر خيالي، يعني من $1800 الى $6000 يوصل. السي بي يو كستمايزبل، يعني انت تختار شلون تبي، تبي i7 4770K او شيء عادي، اعتقد انت بتختار، يعني في عده تعديلات. شكله بعد حلو الجهاز. الجرافيك كارد بيكون جي فورس جي تي اكس تايتن، والستورج بيوصل الى 6 تيرا بايت، رام الى 16 جيجا بايت. طبعا في يعني وايد اجهزه
خلينا نشوف واحد مثلا رخيص عندنا هني سكان ان سي 10 سي بي يو اللي هو الاي 3 بيكون ورام 8 جيجا بايت والستورج عندنا 500 جيجا بايت بيكون اللي هو الانفيديا الجرافيك كارد انفيديا جي تي اكس 765 ام. طبعا في واحد شكله بعد كانه مودم اسمه زوتك سعره $600 السي بي يو انتل كور الحين ما اعلنوا عن نوع السي بي يو انفيديا جي فورس جي تي اكس بس ما اعلنوا عن اي جي تي اكس بتكون اعتقد بتكون نفس اللي هو جي تي اكس 765 ام ستورج بعد ما نعرف كم ويعني باقي اجهزه يعني اذا تحابين تشوفون باقي الاجهزه بنحط لكم رابط في الوصف. ففكره انا اشوف يعني من نفسي انا شنو فكره الستيم جهاز الستيم هو يعني بيكون نفس ما قلنا يعني غير عن الويندوز يعني بيكون نظام جديد حق الالعاب. في اجهزه تقدر تركب تختار انه اذا تبي ويندوز او لا معظم الاجهزه بيكون معها الكنترولر الخاص بستيم. فكره الجهاز انه يبون يعرفون على الديجيتال كونتنت يبون يوزعون العابهم اللي هي ديجيتال اللي تحملها انت على طريقه انك تقدر تلعبها على جهاز التلفزيون. فهاي فكره الستيم في اشياء وايد يبون يسوونها بعد ويطورونها يعني انه مو بس تعال العبها على الكمبيوتر بنعطيك كنترولر ونبيك تشبكه في شاشه التلفزيون عشان تلعب. فهاي كل المعلومات عن اجهزه ستيم. اذا عندكم اي سؤال كتبوا في الكومنتس واذا عجبتكم عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وفيفرت خبروا ربعكم عن الفيديو عن الستيم. ان شاء الله بنشوف مستقبل حلو من ناحيه الجيمنج في البي سي لان الصراحه انا اشوف المستقبل حق الالعاب مع اجهزه البي سي مو باجهزه الكونسول لان انت تقدر تتحكم شلون تبي يكون عندك الجهاز حقك. فهاي كل الفيديو كان معكم انا من قناه فيديو شكرا متابعه ومع السلامه شباب.